فاكر وانت عايز صغير قد كده اهو، بس ما كنتش بتلعب اللعب ده طبعا. استني يا موسى، ما تخلص وتخلصنا. استعجل عليه عزيز، استعجل عليه. اللي قول لي عزيز، وانت لسه عبيط زي زمان؟ عبيط؟ زمان كنت بتسميها طيبة. ده كان زمان، لكن دلوقتي حاجة تانية. الدنيا علمتني عزيز إن الطيبة عبط. بس تصدق وتؤمن بالله، أنا استغربت لما دخلت الدار من تاني ولقيت كبيرها أعبط واحد فيها. طيب والعبيط اللي أنت بتتكلم عليه ده اللي كان بيسرق لك الأكل ويودوا لك الزنزانة من ورا الشيخ سلامة، ولا نسيت؟ لا ما نسيتش. صح كلامك، صح. عشان كده يا عزيز أنا مش هأذيك، أنا هاملك تمشي لحالك. شفت يا عزيز؟ شفت العبط ساعات بينجي كيف؟ لا هتأذيني ولا هتأذي حد من إخواتنا يا موسى. كلم عن نفسك يا عزيز، دول مش إخواتي. إخواتك أنت، إنما أنا زرع شطاني يا عزيز، أنا زرع شطاني طالع من أرض بور لحد سقاها ولا حد رعاها. مش شيخهم كان بيقول عليا كده؟ وكلكم وافقتوه لما طردني برا الدار، ولا نسيته؟ هو يعني الشيخ سلام الله يرحمه كان قال كده من الباب للطاق؟ مين اللي بيتكلم؟ عبادة شمشون الدار؟ يا راجل اسكت، ده انا شايفك وعامل نفسي مش واخد بالي منك. اللي قول لي عبادة، لساهم بيخلوك تمسك الفلكة للعيال عشان يمدوهم اللي ما حفظوش ألف الدار؟ ها قوم وقف، قوم وقف. اهو ده يا رجاله، يبقى اطول واجمد راجل هنا في الدار دي. وعشان هو اطول واجمد راجل في الدار دي، كان شيخهم بيوقفوا عليا حرس، بس شهادة لله كان بيقوم بواجبه زيادة. وعشان كده أنا جاي النهاردة عشان أرد له واجبه. تعيز يا موسى، عايزك تاخد شوية العيال دول وتطلعوا برا الدار. اطلع اروح فين؟ مطرح ما رحت انا والرجاله،
لما الشيخ كان طردني من هنا. احنا كتير مفيش مكان هيسعنا. داقت دلوقت داقت مش كانت أرض الله واسعة لما شيخكم سلامة طردني من هنا؟ مش حسن قدامكم قالك ده؟ حسن ولا لا؟ رد يا عزيز. ماشي يا موسى. الأصح فين حسن؟ مش شايفه يعني؟ ايه؟ مستخبي ولا ايه؟ هو فين حسن يا عزيز؟ أصلي توحشته قوي وعايز أشوفه. حسن؟ حسن في أرض الله الواسعة. يا سلام على الدنيا، دنيا قلابة. شوف أدي حسن دلور اللي في أرض الله الواسعة، وأنا اللي هنا. شوف عزيز قدامك ساعة، ساعة واحدة بس، والعيال اخواتك دول يلموا خلقاتهم وتطلع برا الدار وتوروني عرض كتافكم بقى قد ايه. فاهم ولا لا؟ انت كويس؟ الحمد لله. مش مكتوب لي اموت النهارده. بعد الشر عليك يا خال، ما تقولش كده. والله يا رؤية الواحد ما بقاش عارف الشر في اني اموت ولا في اني افضل عايش. بس اللي انا متأكد منه ان ربنا نجاني من الموت النهاردة عشان في حاجة مهمة جدا لازم اعملها قبل ما اموت. هو بس اللي عارفها. ربنا حرسك يا سليم علشان العيلة اللي في رقبتك دي، وعلشان ما تسيبنيش لوحدي. وبطل بقى تقول الكلام ده. اتأكدنا ان كل اللي موجودين صحفيين وتبع دار الرعاية المسؤولة عن الاطفال. امشيهم. والواد اللي مات للاسف مفيش معايا حاجة تثبت هو مين. طب ماشي الجماعة الصحفيين دول، خليهم يكتبوا اللي حصل بالتفصيل وزي ما حصل بالظبط، بعدين اتصل بالبوليس يجوا يعملوا محضر إثبات حالة ويشيلوا الجثة. بابا، مين اللي عمل كده؟ يوسف مالك؟ طب هات حد غيري ترسم له عطار يا سيف بيه. انا قلت اساعدك. الراجل اللي انت بعته اتقتل. وانت ما نفذتش ليه؟ عشان لما الاقي حاجه في الاتفاق اتغيرت يبقى في حاجه انا ما اعرفهاش، وانا ما بكملش في حاجه ما اعرفهاش. وبعدين عايز افهم حاجه، الراجل اللي انت بعته ده كنت بعته بيعمل ايه؟ دوره ايه بالظبط؟ راح الأعضاء. انا سبب مش اكتر. كلنا اسباب لبعض يا يوسف، سبحان الله. عموما اللي حصل ده مفيد في كل الاحوال، وكان لازم يحصل عشان رؤية تبقى اوضح. تمام تمام يا سيف بيه. يوسف بيه، انت الراجل بتاعي، ما احبش اشوفك متضايق ابدا. اهدى كده وروق وتعالى عشان نتكلم على رواقه. اتفضل يا باشا. ياسين ياسين،
ولا سلام حتى؟ سيبني في حالي عادل. خليك معانا ياسين وبكفاياك مرمط. اخوك بقالة اخويا. اللي يحط سلاحه في صدري ما يبقاش اخويا. اخواتي هم اللي ماشيين قدامك دول، والرابط اللي بيني وبينهم مش الدم اللي بيني وبينك يا عادل، الرابط اللي بيني وبينهم هو الحق. طول عمرك ما بديهم عليا، وانا اللي مستني اليوم اللي ارجع فيه الدار واتلم عليك. تسيبني يا ياسين؟ تعال انت معانا يا عادل، تعال مع الحق ولو لمره واحده بس في حياتك، وهتكفر عن كل اللي انت عملته زمان. وليه شايف ان انت الحق وانا البطل؟ شفت؟ طول انا مش واحد يا اخويا. سلام. السلام يا ياسين. السلام يا اخويا. اخبار شغل ايه؟ ادوك المكافاه اللي وعدوك بيها؟ شهرين مكافاه راسي على نص شهر. والله انا مش عارفه انت متمسكه بالشغل ده قوي كده ليه؟ اللي جاي منه مش قد اللي رايح. اديني بعمل حاجه بحبها. على فكره دي احسن حاجه، احسن حاجه انت بتعمليها. قولي لي انت عملت تتبيله الفراخ بالخلطه اللي انا جبتها لك؟ اه والله يا حبيبي. امال ليه انا مش حاسس بطعم زيت الزيتون في الفراخ؟ عشان مفيش زيت زيتون في الفراخ. حسيت ان جيت احط زيت زيتون فما لقيتش، لقيته خلص فحطيت زيت عادي. طب ما قلتيش ليه انه خلص؟ ما انت عارفه انا بحب زيت الزيتون في اي حاجه باكلها. خلاص يعني يا طارق ما جراش حاجه. خلاص يعني ما تاكلي انت ساكته. لا اصل انت مش فاهمه، اصل استاذ طارق باشا بيعشق زيت الزيتون، بيحبه جدا كانه مراته الثانيه. حظري بس بصرف النظر يعني عن الفراخ الاكل كله حلو. تسلمي لك. بعد ايه بقى؟ انا شفت دمي. اعمل لك شاي؟ اكيد. معلش يا طارق كنت عايزاك في موضوع، ممكن نتكلم شويه؟ وماله؟ طب ما تيجي نتكلم في الجنينه واحنا بنشرب الشاي. ما تنسيش تحطي قرنفل في الشاي. بحط لك زيت زيتون احسن. اتفضل يا استاذ.